فكرة، ونحن كلنا يعني بنحب نكون دوما في اتصال وتواصل، لأننا جزء من الناس وجزء من الشعب السوداني. لكن كل الناس وكل وحدي فينا بطريقتها عبرت عن تخوف إنه يعني ليه سهرة مع بنات الإمام، يعني شنو خصوصية، يعني ولا في شنو عندنا مختلف من الآخر. لكن في الآخر قلنا لأننا نحن يعني جزء من أهلنا وجزء من الناس كلهم، ممكن يكون عندنا شكل حياة فيها نوع من الخصوصية ما بتميز عن الآخرين، وبالتالي يعني رحبنا شديد وفرحنا بهذه السهرة. أخواتي الآن هسي كلنا الحمد لله ما شاء الله موجودين وحاضرين، واجتهدنا إننا كلنا نلاقيكم وكلنا نكون معاكم. ما حاضرين معانا سيدات مهمات، سيدات مهمات، وهم الجزء الثاني المكمل لنا، لكن أسماءهم ما بتظهر في أسماءنا، بالتالي يعني مهم برضو الليلة نحييهم ونترحم على الأموات منهم. أنحنا بنات الإمام الصادق مباشرة يعني من صلبه 6 بنات، كبرانا أم سلمة الصادق، وهو عشان كده الحبيب الإمام نفسه اسمه أبو مسلمة، وأنحنا أمهاتنا الولدونة 2، أمي رحمها الله وأحسن إليها وأسكن فسيح جنانه السيدة سارة الفاضل محمود عبد الكريم، وأمي حفية مامون حسين شريف، ما معانا لأنه هم ما بنات الإمام، أمي حفية ما جات معانا كتر خير، حضرت لنا كل الحاجات مشكورة، ودائما هي حفية. ومعانا أيضا وما ذكرناهم وما جوا معانا أماتنا الربونة، أمي عرجون مريم أحمد بشارة وأمي عزيزة. وأيضا بالنسبة لأخواتنا عائشة والدتها، خالتي نعمات عبد الله الفاضل المهدي، وفردوس الناجي والدتها رحمها الله، خالتي دكتورة ليلى منور. نحن سعيدين بكم جدا، وإن شاء الله يعني سهرتنا دي تكون فيها نوع من الأنس الجميل. وأبدأ أعرف أخواتي على يميني. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ببدأ بعيد على الشعب السوداني جوا السودان وبراه، وأتمنى إنه ينعاد علينا العيد تاني إن شاء الله، ويكون البلد في ظروف أحسن وأفضل واللي قدام إن شاء الله. زي ما قالت لكم أختي مريم، دايما هم بيحبوا الحكاية دي، يقولوا أنا أم سلمة الحكاية دي ما معروفة يعني الحبيب ما اسمه أبو سلمة يا سلام. بالضبط كده، أنا أم سلمة البنت الكبرى للإمام الصادق وأم سلمة الصادق، ومتزوجة من دكتور مرتضى كمال خلف الله، وعندي من الأبناء 3، حامد في جامعة السودان، ورحمة ممتحنة شهادة السنة دي، وغفران برضه في مدرسة أسماء عبد الرحيم في سنة أولى. فبحييكم وبتمنى إنه نكون يعني ضيوف خفيفين عليكم، وتكون سهرة جميلة مع بعض إن شاء الله. نتلاقى تاني. أيوة طبعا. بعدها هنا رندويا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحيي الشعب السوداني الفضل، والشعب السوداني في أهلنا في الجنوب، والشعب السوداني بالمهاجر، وكل أهلنا خارج وداخل السودان. بهنيهم بالعيد، عيد الأضحى المبارك، وبتمنى من الله العلي القدير أن يعود علينا وعلى السودان باليمن والبركات. وبشكر قناة أم درمان الفضائية ومن خلفها الأستاذ حسين خوجلي على السانحة دي، وأقدم نفسي، أنا رندا الصادق، أنا أستاذة في جامعة علوم التقانة في كلية الصيدلة، ومتزوجة من باشمهندس إمام عبد الرحمن يعقوب الحلو، ووالدة 5 أولاد وبيت، ما شاء الله، مصطفى
خريج هندسة إلكترونية جامعة السودان، وبعده يعقوب في جامعة الخرطوم هندسة ميكانيكية، وصديق بجامعة الرباط كلية الطب، وبعدين في الصغار مامون إمام بيدرس في فات، وعلي في رابعة، وإنعام في تمهيدي لسه صغيرة. يعطيك العافية. والآن مع عشوش. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا عائشة فاروق البريف، زوجة صديق صادق، وعندي 4 أطفال، عندي إتقان عمرها 8 سنين، وعندي نعماء 7 سنين، وعندي سارة 3 سنين، محمد المنصور 2 سنين. أنا زوجة وأم وبرضو اقتصادية، وشغالة حاليا في برنامج الأمم المتحدة، وبتمنى للشعب السوداني كله، آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا، بهنيهم بالعيد السعيد، وبتمنى لهم كلهم من كل الأعراق والأديان والأناس والألوان، من جنوبنا القديم وجنوبنا الجديد وشرقنا وغربنا ووسطنا وشمالنا كلنا، بتمنى لهم كلهم عيد سعيد وكويس، وكل أمنياتهم تتحقق وظروفهم تبقى أحسن دايما. وبقول لهم بس يتذكروا حاجة واحدة، أمنية مني ولي ليهم ولي، إنه يتذكروا إننا كلنا أولاد آدم وحواء، وبيربطنا بس إنه كلنا بيجري في دمنا في عروقنا الدم السوداني. شكرا. يعطيك العافية تعوش. والآن لأوباح. السلام عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، أهلنا في السودان وبر السودان وكل المسلمين وبالذات الحجاج، أقول لهم بغرانين منكم شديد، إن شاء الله ربنا يحصلنا لكم. آمين. قريب. آمين. وبهني الأمة الإسلامية كلها بعيد الأضحى المبارك، وخاصة الناس اللي انعتقوا يعني في مصر وفي تونس وفي ليبيا، وأقول لهم إن شاء الله الأمة الإسلامية كلها تنعتق قريب يا رب. آمين. ويعود علينا العيد، وأممنا كلها ماشية في الطريق السوي، وما عندي كلام يعني غير إنه أضيف صوتي للحبيبات قبلي في إنه نهني أهلنا في السودان في كل مكان. واصلي يعني الاسم والزوج وكده. كويس. زوجي الدكتور عبد الرحمن الغالي، وعندي 4 أطفال، الكبيرة أمان في مدرسة أسمى عبد الرحيم في سنة أولى عالي، وبعدها الرشيد اللي هو في سادس في مدرسة التربية أساس بنين، ورحمة لسه في الروضة، في الروضة العربية العالمية، والطاهر يعني في البيت. صغير شديد يعطيه العافية. الآن مع زنوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم كلكم يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين، أهلنا كلهم في كل بقاع الوطن الحبيب وخارج الوطن، أقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وربنا إن شاء الله يعيد علينا العيد ونحن ننعم بالحرية والديمقراطية، ويكون العيد سمح وتهيل علينا بشرياته. أنا زينب مهندسة معمارية، وبعمل يعني شغالة قطاع خاص، ومتزوجة من الواثق البرير، وعندي 3 من الأطفال، عصمة ممتحنة شهادة السنة الجاية، ومحمد أحمد في 8، وصلاح الدين أصغر 1 في سنة 4 ابتدائي. وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يعني لقائنا معاكم يكون خفيف عليكم. إن شاء الله. والآن مع سكنوسة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين، أنا فردوس الناجعة كاشة، متزوجة من محمد أحمد الصادق، وعندي 2 ولد الفاضل وناصر الحق و
والثالث جاي في قريب ان شاء الله. والان مع ست طهوره ست الشوره، الاسمنت بتاع هذا البيت والمتكأ بتاع هذه المجموعه، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في داركم ودارنا، وبتمنى طبعا كل الخير والعيد ميلاد على الشعب السوداني كله والامه الاسلاميه وكل الانسانيه ان شاء الله بظروف احسن، كل انسان فينا وانسانه يقدر يحقق الحاجات اللي هو عايزها في الدنيا بظروف احسن. بس عايزه اقول انه جبال عايشه قالت كويس انه الناس الاخيرين حيشوفوا من الناس الاوائل، والله دي طلع حاجه غشه شديده لانه احنا الاخيرين لقينا الكلام كله اتقال. مرحبا بكم، اتمنى ان شاء الله نتسلى معاكم وتتسلوا معانا ونفيدكم وتفيدونا ان شاء الله. ان شاء الله. طهوره زوجك؟ انا متزوجه من كمال عبد الله طيب الله، اثنين عندي سلام في سنه اولى عالي، وعندي يحيى في سنه رابعه وبس. يعني ان شاء الله اصوات الحجيج وكلنا بن